في لعيب بصراحه لازم ادي له حقه، لازم ادي له حقه، بس بعد ما نرجع هنروح لزميلنا فاروق صلاح ومعاه طاهر محمد طاهر. من جديد كل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. مليون مبروك لكل جماهير النادي الأهلي، التتويج بكأس السوبر للمرة الـ 12، واحد من اللعيبة اللي دايما بيظهر في المباريات الكبيرة، طاهر محمد طاهر. كابتن طاهر مبروك، فوز غالي، بطولة كنتوا مستنيينها، مباراة كنتوا مستنيينها. طبعا ألف مبروك للجميع والجهاز الفني والإدارة. بدأنا الموسم يعني كنا محتاجين البداية دي إن احنا نبقى أبطال السوبر. ركزنا بشكل كبير جدا درسنا الماتش بشكل كويس وقدرنا إن احنا ناخد اللي احنا عايزينه. الشوط الأول طلعنا متقدمين 1، والشوط الثاني قدرنا إن احنا نحافظ على الهدف، وبالعكس في الآخر خلاص يعني جبنا الجون الثاني ونهينا المباراة. وبشكر طبعا اللعيبة على الأداء والروح، وكلنا يعني قدرنا إن احنا نشتغل بأقصى مجهود عشان يعني كنا محتاجين الفوز ده من آخر السنة اللي فاتت واحنا بنفكر في الماتش ده. يعني ثقة كبيرة من مستر مارسيل كولر في طاهر محمد طاهر، شايفينها في بداية هذا الموسم ومع تولي المسؤولية؟ والله كلنا يعني بنشتغل ان احنا ننفذ التعليمات اللي هو بيطلبها مننا، كله بيشتغل بشكل كويس في التمرين، كلنا بنأدي بشكل كويس، وهو كده كده يعني في الاول في الاخر هي وجهة نظره، اللي بيأدي كويس هو اللي بيلعب. وانا طبعا يعني ايا كان مباراة باللعيبة انا ايا كان انا دايما بدي 100% وبلعب يعني عشان احنا دايما عايزين نكسب، فدايما ده الهدف بتاعي ان انا ادي اقصى حاجة عندي ان احنا نكسب. كابتن طاهر، عايز تقول ايه لجمهور النادي الاهلي النهارده اللي عمل ملحمة في ملعب هزاع بن زايد؟ بقول لهم يعني بشكرهم طبعا، وبقول لهم لسه السنة طويلة، يعني احنا ده لسه أول بطولة، ولسه في الدوري، لسه في افريقيا، لسه في كاس، كل دي ان شاء الله بطولات يعني هنشتغل عليها وهندي اقصى حاجه عندنا عشان ناخدها ونعوض كل حاجه خسرناها السنه اللي فاتت. وبشكرهم تاني. اشكرك يا كابتن طاهر، ومزيد من البطولات ان شاء الله هذا الموسم والمواسم القادمه باذن الله.